محافظة مأرب واحدة من محافظات عدة يتجلى فيها إصرار الحوثيين وصالح على حصد أكبر عدد من الأرواح حتى بعد دحرهم منها أو إجبارهم على الانسحاب من خلال حرصهم على زرع الألغام في جميع المواقع التي كانوا يسيطرون عليها من قبل. كشف تقرير حقوقي أصدرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكتب وزارة الصحة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للألغام بمأرب عن مقتل 74 شخصاً منهم نساء وأطفال وإصابة 98 آخرين بألغام كانت مزروعة في مناطق متفرقة من محافظة مأرب وحدها منذ أكثر من عام. وميليشيا الحوثي تزرع عشرات الآلاف من الألغام في طرق المواصلات والمزارع والمناطق السكنية وأماكن رعي المواشي ابتداء من صعدة إلى عدن مرورا بلحج والضالع ومأرب وشبوة وتعز وحجة التي ما تزال جرائم الميليشيا تنهي حياة الكثيرين فيها. وكما جرفت الميليشيا حياة اليمنيين ها هي ألغامها تحصد أرواحهم وفي أقل الحالات تحرمهم من أقدامهم وأجزاء من أجسادهم.